المحليه مفروض لها مهامها انها تقوم بتوعيات وتقوم بالنظافه حث النظافه السلطه المحليه، الدور الذي يلزمها تقوم به وتحث صندوق النظافه والمواطن. اول باول انا ما خليت تراكم السدادي تسلوله يوم يومين ثم النظافه ما لك بلا رواتب بلا يعني هذا يقع ضرر على المواطن والبلاليع، هذا يكثر من الامراض والنامس والذباب والوكاحه بشكل عام.